لو عندي المي، عندي المي المي specific heat capacity للمي بتساوي 4200 جولز بير كيلوغرام. لو اجيت قلت لك عندي 5 لتر من المي، specific heat capacity، specific heat capacity عفوا هاي لازم تكون جولز بير كيلوغرام بير كلفن. معناها هاي خاصية للمي بغض النظر عن الكتلة، عم نحكي لكل كيلوغرام من المي أو لتر، إذا فرضنا أنه الدنسيتي 1000 كيلوغرام للمتر المكعب، لكل كيلوغرام من المي حتى أرفع درجة مئوية واحدة، درجة حرارته درجة مئوية واحدة، بدي أحط له 4200 جول، واضح؟ إجيت قلت هلا عندي أنا 5 لتر من المي، إذا هدول ال 5 لتر من المي في لهم سبيسيفيك هيت بتساوي الماس مضروبة في سبيسيفيك هيت capacity وتساوي 5 كيلو في 4200. هلا شو راح تصير الوحده الجديده هون عندي؟ جولز بير كلفن، لانه الكيلوغرام اخذته بعين الاعتبار. فباجي بقول لهدول ال 5 لتر من المي حتى ارفع درجه حرارتهم درجه مئويه واحده، راح يصير عندي 5 في 2 و 5 في 4 20. مضبوط هيك؟ 21000 جول بير كلفن. اذا ال 5 لتر مي هدول حتى ارفع درجه حرارتهم درجه مئويه واحده بدي 21 كيلو جول، اوكي؟ لكن سبيسيفيك هيت كاباسيتي للمي هي يونيفرسال يونت، ما بتعتمد على وزن الهاي، لان هاي بتقول لكل كيلوغرام كم جول بدي حتى ارفع درجه حرارته درجه مئويه واحده، واضحه هاي؟ اوكي؟ كل فاهم هذا الجزء؟